شفت الكورس على الانستغرام، كنت كتير محمس صراحة لأنه أنا من زمان عم دورة هيك كورس. بس اتسجلت صراحة، كان عندي موضوع اللغة الإنجليزي شوي هاجز عندي. أنا صراحة مع مدام ميسا بتحسي حالك كأنه قاعدين مع بعض بتتحدثوا، هي تجربتها عم تنقلنا إياها كانت، فعشان هيك كانت كتير عم توصل بطريقة كتير ظابطة وكتير واضحة. هي كتير فريندلي صراحة، وكتير داون تو ايرث ومهضومة عن جد. وأنا هيدا أول كورس بفوت فيه، مع أني فاتي كتير كورسات قبل أونلاين، أول مرة بستفيد هالقد. وأحلى شيء كمان بالموضوع إنه التيم كله مهضوم كمان، وإنه هي بس تخلص الكورس بتتابعك. يعني هيدي شغلة صراحة أنا كتير انبسطت منها. وشو ما بدك يعني إلى حال مدام ميسا، يعني دايما بتعطيكي نقاط تشتغلي عليها، بتساعدك، فهيدي شغلة كتير حلوة صراحة. Thank you so much، وأكيد المشوار هلأ ببدايته، يعني ما حنوقف يعني.